سي سي ايه احنا هنلعب ولا ايه؟ العصابة المفترية. آخر مرة كلمت فيها رئيس محمد منصف بقى، انا كنت دايما على اتصال بيه وعن طريق الأسرة، واخر مرة قعدت معاه كان في حوالي تقريبا في شهر 5. من الجبناء المنافقين الذين كنت انا والاخ والمهندس سعيد، ولكن مهندس سعيد رب قتيل بين قاعدين معاه قعدة عائلية، وعلى فكرة طلبنا منه رب قتيل بين الصفين الله اعلم به. هو طبعا هو رئيس عنده حسابات غير حساباتنا، هو بيحسبها بعقليه ثانيه. هو لو ما حسبهاش بالعقليه دي ما كانش كشف كل الفاسدين. القضاء فاسد، النيابه فاسد، العسكر والشرطه الداخليه ما كانتش بتتعاون مع الرئيس. اما عرفت مرسي فين دلوقتي؟ اما الرئيس في الحرس الجمهوري، فنسال الله. واللي انا عاوز اقوله للشعب المصري اطمئنوا، هو فين؟ لاننا جميعا ان شاء الله ده ما اقدرش على المصدر بتاعي، لانه مصدر انا خايف عليه. ونصره لشرع الله. تواصلوا مع الحرس الجمهوري او مع مرسي او مع الحرس الجمهوري. جاني مكالمه من يومين فاننا وقال لي طمن الاهل والاسره احنا بخير. نقول لمن قتلوا اخواننا الرئيس فإن بخير، هو واولاده وزوجته. الرئيس سيتلوه في رفع احواء فريقه. الرئيس واولاده وزوجته كلهم مع بعض. اننا مشروع شهداء ان شاء الله. في الحرس الجمهوري.